بيقول روشن أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في الفقرة الثانية والأخيرة من ألو صحتي، وبنتكلم عن أمراض العيون ومشاكل العيون وما هو الجديد في جراحات العيون. أعتقد كل يوم بنسمع جديد في مجال العيون من تصحيح الإبصار، وفي تقدم عالي جدا في إجراء هذه العمليات وعلاج الحول. أعتقد موضوع مهم قوي هنتكلم فيه مع الأستاذ الدكتور طارق البلتاجي، الأستاذ بمعهد بحوث أمراض العيون. دكتور طارق، مرحب بحضرتك. ربنا يخليك. دكتور طارق، يعني لو بدأنا على طول كده بعمليه تصحيح الإبصار، وهي العملية اللي الناس كتير جدا بتتكلم عنها، هل أي حد يا دكتور ينفع يعمل العملية دي؟ لا، هي هو كل عمليات لها محاذير ولها ناس مناسبة ليها وناس مش مناسبة ليها، وعلى هذا الأساس بيتحدد النجاح بتاع العملية. ففي ناس مثلا تصحيح الإبصار، لو قلنا احنا بنتكلم على الليزك، الليزك له مقاسات معينة في النظارة، بحيث بعدها تبقى العملية غير أمنة. احنا دايما بيبقى عايزين نسيب سمكة قرنية معين يخلينا ان يخلي العيان آمن بعد كده، ما يحصلوش اي اثار جانبية او مضاعفات من العملية. في بقى بدائل لعمليات الليزك، في بقى بنعمل زرع عدسة في الخزانة الأمامية لما يبقى يعني لو حد دكتور مش نافع يعمل العملية دي، يقدر يعمل زرع عدسة. وفي ناس برضو لو ما ينفعش، يبقى بنقول لهم لا، انسب حاجه بالنسبه لكم النضاره، ممكن يبقى في مثلا حاجات معينه في الشبكيه او حاجه زي كده، لان مع القص النظري الشديد الشبكيه بتبقى ضعيفه. فاحنا يعني ايه، كل عيان بيبقى زي ما تقول في ميزان معين بنشوف ايه انسب حاجه ليه. انما في عمليات زي ما انت قلت، عمليات جديده كتير وبقت البدائل متاحه وبدائل كتير، فاحنا بنعمل الليزك. واحيانا الليزك مثلا الناس تيجي تقول لك انا عايز اعمل فيمتو. طب ما هو الفيمتو احيانا بيبقى ليه، مش احيانا، هو ليه دور معين احيانا مهم. لو كان الدور ده، او كان لو كانت الكرايتيريا او الصفات في العيان تناسب الفيمتو، بنعمل الفيمتو سمايل برضو من الحاجات الجديده، بس مش هو ده الحاجه السحريه اللي تنفع الناس كلها. قصدي لكل عيان حاجه مناسبه ليه، وعلى هذا الاساس الدكتور بيختار له انسب حاجه وبيفهمه، بيقول له لو عملت لك كذا ده الشكل هيبقى كذا، والاثار الجانبيه اللي احنا منتظرها كذا، لو عملت لك بالفيمتو ده ميزته ايه وعيبه ايه، بالفيمتو سمايل لو زرعنا عدسه، لو يعني كل الحاجات دي. دكتور، طيب الشخص لو جه لسيادتك وقلت له تمام هنعمل العمليه والامور مستقر، ايه بقى الشروط اللي انت متوفره فيها عشان تقول له ده انت خلاص ده يناسبك القصه دي؟ لو المقاس بتاعه يناسب، مثلا افترضنا احنا هنبتدي بالليزك، الناس كلها هي دي حاجه معروفه الليزك. لو مقاس النضاره او الجزء المراد تصحيحه من في العين سمك القرنيه يسمح بيه، بنعملها له. ما يسمحش بيه، بنقول له ايه البتاع. طبعا في حالات مثلا اساسا لو عندها جفاف في العين، جفاف في العين احنا مع العمليه بيحصل جفاف في العين بعد العمليه لمده يعني ممكن شهرين ثلاثه. فاحنا لو حد عنده اساسا جفاف في العين، ما بنفضلش ان احنا نعمل له عمليه الليزك، نقول له لا يعني في البدائل بتاعتك كذا. لو حد مثلا عنده ميه زرقاء والعصب البصري عنده مش هيلثي، مش يعني تعبان، فنقول له لا احنا مع العمليه ممكن ضغط العين يبقى عالي في فتره ماذا ياثر على العصب البصري اكتر. ففي حاجات، في شروط معينه. طبعا لو حد عنده مثلا التهاب في العين لازم الالتهاب ده يروح طبعا. عنده حساسيه لازم نعالجه بالحساسيه. طب دكتور، ناخد اول اتصال تليفوني معانا ونرجع تاني نكمل. الو، عليكم السلام. اتفضلي يا فندم. معاك الدكتور. اتفضلي حضرتك. اهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. انا من وانا طفله كنت عندي 30 سنه، من وانا طفله كنت واقفه على السلم وساعتها على طول انا ما شفتش في ساعتها. بعديها حسيت ان انا شفت واقفه على السلم يعني مسافه طويله. فجيت دلوقتي كتبت يعني من حوالي برضه 6 سنين، عيني اليمين انا ما بشوفش فيها تعتبر خالص، حتى من قريب، حتى في دلوقتي حتى كلام في السفر مش بتكلم، لا اعتمد على الشمال، على العين الثانيه. كتب لي على نظارة في الغوط تحكي لي ازاي بتعملي البغلله وبالظبط بتطلع عندي. فبعتها، حاولت ان انا اتناسب معاها ما نفعش.
هو مش كل احنا لسه بنقول التصحيح الابصار مش كل حاجه، انت بتتكلمي على عينك اليمين اللي انت ما بتشوفيش بيها ولا الزغلله اللي عايزه تغيريها بالنسبه لل يعني هو العين اللي انا ما بشوفش بيها؟ العين اللي بتشوفيه بيها على حسب السبب، لو هو سبب غالبا مع الخبطه ما بيبقى ما بيجيش ضعف في الابصار، غالبا مع الخبطه ممكن يحصل ميه بيضاء، ممكن يحصل نزيف في الخزانه الاماميه او نزيف في الجسم الزجاجي، حتى ممكن يحصل انفصال في الشبكيه، على حسب مشكلتك اللي حصلت في العين اليمين العلاج بيبقى ليها، انما هو تصحيح الابصار ما بينفعش كل حاجه يعني، وفي الاغلب مش هينفع ليكي لان هو مع الخبطه ما بيحصلش ضعف في الابصار يعني، فاهم قصدي؟ مش ما بيحصلش ضعف في الابصار، قصدي ما بيحصلش ضعف في الابصار اللي الليزك بيعمله، انما بيحصل ان الابصار بيتاثر طبعا زي ما انت عندك، بس بيتاثر باسباب اخرى مش 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 تصحيح الابصار هو اللي بيصلحه. لا، لو عندك ميه بيضاء لازم تعملي ميه بيضاء، لو عندك نزيف في الخزانه الاماميه او في الجسم الزجاجي، لو عندك انفصال. الدكتور قال لي ساعتها هو في عيب خلقي، في عيب خلقي. خلقي ولا خبطه؟ ما انت قلت لي انك انت بعد الخبطه حصل كذا. هي بعد الخبطه بس انا ما كتبتش عليها في عيب على طول. طب عيب خلقي ايه 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 هو العيب الخلقي؟ هل ميه بيضاء؟ في حاجه تقريبا، في حاجه زي ونقص. او ممكن تكون عندك السكين بوجر، حاجه زي كده، مش فاكره الكلام قوي. ده في العين السليمه والعين اللي مش سليمه؟ اه. العين السليمه. على العين السليمه ممكن يحصل كده، ان ممكن يبقى عندك استجماتيزم بالزائد، وتبقى اساسا يبقى عندك قصر نظر او بعد نظر، قصر نظر ده بالناقص وبعد نظر ده بالسالب، والاستجماتيزم حاجه ثانيه. دي يعني النضاره في الاغلب تعملي حاجه مريحه بالنسبه لك. عاده لما بيبقى عين واحده ما بنحبش نشتغل يعني نعمل عمليات فيها كتير، ما بنصحش دايما ان لو عيان عين واحده يعمل، بس لو انت متضايقه من النضاره مع العمليه سيف ومش هخوفك منها وكل حاجه، بس عاده لما بتبقى عين واحده الواحد بيبقى متحفظ شويه في العمليات. انما انا بتكلم على عينك اليمين، طب قالوا لك السبب ايه في العين اليمين؟ طيب ما هو اليمين بقى اللي تشتغل يعني، انا اتهيألي اليمين تهتمي بيها، لو عندك ميه بيضاء تعملي ميه بيضاء، لان ما ينفعش انك انت تعتمدي على عين واحده، لان يعني الاحسن يبقى عندك العينتين. فلو عندك ميه بيضاء تعملي ميه بيضاء، عندك انفصال تقولي يا فندم؟ لا ما عنديش. طب ما ايه المشكله؟ مش شايفه ليه؟ ما هو لازم يكون في سبب. المشكله ان انا مش شايفه خالص بالعين. ما هو لازم يكون في سبب انك مش شايفه عشان. طب هو لو انت شفتها ممكن النظر يضعف اكتر من كده؟ يضعف، انت بتقولي مش شايفه بيها، يضعف اكتر من كده في اليمين؟ ما هو اساسا ضعيف، ولا إيه؟ انا يعني هو الحد اذا هو ضعيف هيبقى ضعيف، بس انت حاولي انك انت تشوفي السبب فيه وتعالجيه. العين الشمال موجب وسالب، ده برضه ما يمنعش انك تعملي ليزك، تمام؟ انما اللي يخلينا نتحفظ انها عين واحده، فلازم برضه نبقى متحفظين قوي في كل خطوه من الخطوات. ممكن اسمع حضرتك يا دكتور من التلفزيون بعد اذنك. شكرا يا فندم. شكرا. دكتور لو مريض سكر ومريض ضغط، حد عنده سكر وعنده 40 سنه مثلا وعنده سكر وضغط عالي، ده دايما احنا بنقول له لازم تبقى يعني بتتابع بصفه دوريه مهمه جدا. السكر بيعمل تغيرات في الشبكيه، التغيرات في الشبكيه دي لو احنا شفناها واكتشفناها بدري بيبقى سهل جدا التعامل معاها، وهو زي ما بيقولوا السكر ممكن يبقى صديق للمريض طول ما المريض بيحافظ على ضغط. انما ممكن يبقى مؤذي لو ما 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 يعني ما خدش باله طبعا، ما اهتمش بيه. فالسكر بيعمل تغيرات في الشبكيه، ودايما بننصح الناس اللي عندهم سكر ان هم يعملوا كشف دوري على الشبكيه على الاقل كل سنه، علشان الدكتور لو شاف تغيرات معينه، التغيرات دي لو شافها الدكتور قبل ما تاثر على النظر بيبقى التعامل معاها سهل قوي وما بيبقاش فيها مشاكل. انما لو استنينا لغايه ما يحصل تغيرات ويحصل نزيف في الجسم الزجاجي وتليفات والشبكيه، انفصال في الشبكيه، ده بتبقى التعامل معاها اصعب بكتير. فالاحسن ان احنا نعرفها اول باول ونتعامل معاها اول باول بصفه دوريه. تمام. يعني لو مريض ضغط بقى كمان، لو مريض برضه بيأثر على اولا على الشبكيه، احيانا بيحصل نوع من الارتشاحات، فطبعا الضغط مهم قوي، ده قبل الشبكيه برضه بيبقى مهم على القلب، يمكن على حاجات كتير قوي، فهو مهم قوي ان هو يظبط ضغطه. تمام. دكتور التصحيح الابصار الاطفال ممكن يتعملوا تصحيح الابصار؟ الاطفال بس انا لازم احط 10 خطوط تحتها، لو هي عين واحده وقلقانين ان يحصل كسل في العين دي، لان هو اللي بيحصل ايه؟ ان لو في طفل وعنده عينتين، عين بيشوف بيها كويس قوي والعين الثانيه ضعيفه ما بيشوفش بيها، وما بيلبسش نظاره وما بيصلحش المشكله اللي عنده في العين الضعيفه،
بيجي سن معين بعد كده بيحصل له كسل، والكسل ده صعب جدا التعامل معاه. فمن ضمن الاوبشنز اللي احنا بنفكر فيها الاول بنلبسه نظاره وبنغطي له العين السليمه علشان ننشط العين الضعيفه ونشوف اخبار النظاره ايه. لو الفرق كبير وابتدى المريض، لو طفل يعني المريض يشوف الحاجه اتنين، ومش كل المرض بيشوف الحاجه اتنين في الفرق كبير، ممكن نبتدي نفكر في تصحيح الابصار. ولو اني انا برضو متحفظ جدا في تصحيح الابصار، ما احبش اعملها قبل سن 19 او 18 سنه بعد ما العين يعني تستكمل نموها، علشان ممكن بعد ما تعمل تصحيح الابصار في السن الصغير لما العين تكبر يحصل تغير في الدايمنشنز او في الشكل بتاع القرنيه، بيبقى صعب بعد كده هو ان احنا نفيد العين. فاحنا لو لقينا ان الطفل ده من غير عمليه تصحيح الابصار ممكن يحصل له كسر في العين، لا بنعمل له كسر في العين. يعني لو في فرق ما بين العينتين، انما لو العينتين ضعاف لا نلبس نظاره. انما هي احيانا طب دكتور الاطفال برضو في بعض الاوقات في مشكله كبيره جدا بتشوفها في البيوت، ودايما الام منزعجه منها، ان الطفل دايما وهو صغير سنه سنتين ثلاثه يبدا يقرب او للتلفزيون او للكمبيوتر. تاثير ده ايه دكتور على العين والناس بتعمل يعني؟ لو هو ده الجرس بقى، بقى لو حاجه زي كده بتحصل يبقى ده الجرس اللي بيقول ان الطفل ده محتاج نظاره، ان هو يقرب من الحاجه ما يبقاش شايف كويس. لان هو احنا دايما بنقول كشف الدوري، طب ايه مين الناس الاهم ان هم يعملوا كشف دوري؟ ان هي لو الام شافت ان الطفل بيقرب شويه مش شايف كويس، ان مثلا لو غمت له عين تبقى ضعيفه او مش عين ضعيفه، ده الجرس اللي لازم يكشف عند الدكتور ولازم يصلح اي مشكله عنده من الصغر حتى سنه او سنتين. لان في ناس يقولوا ايه انت هتلبس نظاره في سنه؟ يلبس نظاره ما دام محتاج يلبس نظاره، علشان النمو الطبيعي للفيجوال سيستم او الجهاز بتاع النظر ينمو بالطريقه طبيعيه ويقدر يعني يبقى بني ادم طبيعي في النظر بتاعه في كل في الابعاد في كل حاجه. تمام دكتور، برضو من الموضوعات المهمه قوي في 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 جراحات العيون الميه البيضاء والميه الزرقاء. تمام. اولا دكتور ايه الاسباب اللي بتخلي الحاجتين يظهروا يعني؟ الميه البيضاء في معظم احواله بيبقى مرض بيجي بالسن. تقدم السن بيحصل بعد سن معين، ده بيحصل طبيعي يعني، قصدي مش ما فيش مرض بيساعد، بس في لا في مرض بيساعد، في مرض ما زي السكر بيساعد على ان هو الميه البيضه تظهر، في مثلا لو في خبطه معينه ممكن تخلي الميه البيضه تظهر، عيب خلقي ممكن يحصل مع الولاده، يحصل مع عيب وراثي يحصل الميه البيضه في الاطفال. فالميه البيضه ليها اسباب كتير، انما النسبه الاكبر هي بيبقى بالسن. في طبعا دلوقتي جديد حاجات جديد في عمليات المايه البيضاء، عمليات المايه البيضاء دلوقتي بقت امنه بنسبه كبيره قوي. زمان كنا بنشوف اللي بيلبس كعب كوبايه ومش عارف ايه، دلوقتي لا، نوعيه العدسات اللي بتتزرع بقت اتحسنت جدا، وبقت العدسات اللي هي اللينه الفولدبل اللي هي ممكن يعني فيها طفره كبيره في نوعيتها، سواء مثلا يعني كان زمان مثلا العيان اللي عنده استجماتيزم ما نقدرش نصلحها، لا ده احنا دلوقتي العدسات للعيان اللي عنده استجماتيزم بنزرع له عدسه بتصلح له، في العدسات المتعدده البؤر اللي هو يقدر يشوف بعيد ويقدر يشوف قريب، يعني في طفره كبيره في نوعيه العدسات اللي بتتعمل مع الميه البيضاء. وفي عمليه الميه البيضاء بطريقتها والاجهزه اللي بتتعمل كل شويه، احنا كل ما بنروح مؤتمر بنشوف حاجه جديده واجهزه جديده قللت قوي الاثار الجانبيه او المضاعفات اللي كانت بتحصل في عمليات الميه البيضاء اللي خلتها دلوقتي عمليه امنه جدا. تمام. يعني ايه العمليه دكتور بقت تعمليه سهله وبسيطه والخروج منها في نفس اليوم؟ في نفس اليوم ده حتى كمان دلوقتي يعني بيتقال عايز تروح تلعب رياضه في نفس اليوم، بس انا الفتحه بقت فتحه صغيره قوي وما بقناش قلقانين انها تفتح زي زمان، لان احنا كنا زمان بنضطر عشان الاجهزه بتاعتنا نفتح فتحه كبيره، دلوقتي فتحه صغيره قوي تقريبا ما حصلش حاجه وبتقفل لوحدها. اللي هي اقول لك بدون جراحه، حد جراحه هي الفتحه لوحدها، بس هي في الاخر جراحه، فهي بتتقفل لوحدها وممكن العيان يعمل كل وظائفه العاديه في نفس اليوم، يخرج ويعمل كل حاجه. بالنسبه بقى للميه الزرقاء دكتور. تمام. الميه الزرقاء من الامراض الخطيره جدا اللي لازم العيانين وخصوصا عندنا هنا في مصر يتنبهوا ليها، لان للاسف احنا الميه الزرقاء فيها مشكله ان لو كانت موجوده وما اتعالجتش مظبوط بتاثر على العصب البصري سلبا، والحاجه اللي بتاثر على العصب البصري ما بنعرفش نصلحها. طبعا في افكار جديده يقول لك الحقن الخلايا الجذعيه وحاجات زي كده، بس الحاجات دي كلها في طور التجارب. فاحنا دلوقتي مشكلتنا دلوقتي العصب البصري.
للاسف ان احنا وانا بشوف كتير ان احنا بنشوف مرضى ونقول له انت عندك ميه زرقاء وخد العلاج وامشي بيه بانتظام، يجي لك بعد سنه العصب البصري متاثر، ايه اللي حصل؟ اصلا ما خدتش العلاج وبتاع. طب انا عينيا ومش عينيا وانا مش شايف. طب ما هو انت ما اهتمتش. كان الاول كان يعني دي حاجه مهمه جدا لازم نهتم بيها، والحمد لله دلوقتي بقى العلاج بتاع الميه الزرقاء في بقى نوعيات كتيره جدا من القطرات، بقت تخلينا ان احنا في الجزء اللي هو الطبي ان احنا نقدر نعالج الميه الزرقاء بالقطرات بقى كتير، وبقى عندنا اكتر من حاجه نقدر نوطي بيها الضغط. والعمليات بتاعت الميه الزرقاء، لان ما احنا في حالات بنعمل لها تدخل طبي او بنديها قطرات او بنديها ادويه يعني، وفي حاجات في حالات بتبقى بنعمل معها عمليه. حتى العمليات دلوقتي تطورت جدا وما بقاش فيها مشاكل زي الاول، وبقت نسبه نجاحها كبيره وبقت امنه. هي طبعا الحمد لله كانت من زمان امنه، بس بقت نسبه الامان بتتحسن، ونوعيه العمليات دلوقتي اتغيرت وبقى في عمليات اثارها الجانبيه اقل من العمليات اللي قبل كده. تمام، ناخد اتصال تليفون ثاني يا دكتور معانا. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم. برحب بحضرتك والدكتور. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ شرفتني، ربنا يخليك، متشكر قوي. بقول لحضرتك يا دكتور، انا بنت الناس. ايه؟ ايه يا فندم؟ مرض بهجت. مرض بهجت، ايوه يا فندم. اه، والحمد لله عمل اندر كنترول، يعني بقى لي بتاع 3 سنين مفيش. طب الحمد لله. وعامل كنترول على جسمي. الحمد لله. بقالي كتير مش متابع، فعايز اعرف لو في حاجه جديده. سمعنا الستم سيلز، هو الوضع العين عموما في فيشه في العين واحده. طيب، هل العصب البصري عندك متاثر؟ متاثر. نظر قد ايه؟ في الفيجن؟ الفيجن. الفيجن في الليفت ممكن مثلا 64. رايت مفيش فيها فيجن. في الجزء الاسفل بس ممكن تشوف النور. يعني لما ببص لتحت ممكن اشوف النور. بص، الستيم سيلز دلوقتي في طور التجارب، هي فعلا حاجه ان شاء الله تكون مبشره، بس الى الان ما هياش يعني ما بنعملهاش بصفه علاجيه. يعني دلوقتي شكرا. الستيم سيلز، وللاسف الواحد بيسمع احيانا عن ناس بيوعدوا العيانين اللي عندهم مشاكل في العصب البصري، انا هحسنك وهاخد منك 100,000 جنيه وقصص كده. بنسمع للاسف ان ده مش صح. هو الستيم سيل طبعا لما بنروح المؤتمرات مبشر، انما الى الان ما هياش في السوق يعني، وما بقاش يعني برضو ما فيش ما فيش صفات معينه للعيان امتى نديله ايه وقد ايه ومنين وكلام من ده. اعتقد في خلال الخمس، مش هقول السنه او السنتين الجايين، الخمس ست سنين الجايين هيبقى الامور اوضح، وخصوصا العيانين دول، لان انا بقول لك مشكلتنا دلوقتي في الحمد لله في طب العيون ما عندناش غير مشكله واحده، هو العصب البصري. العصب البصري لو لقيناه له حل، يبقى احنا ان شاء الله باذن الله اي عيان عنده مشكله في النظر هنقدر نحلها له. يعني لو عنده مشكله في القرنيه هنعمل له ترقيق قرنيه، مشكله ميه بيضاء هنعمل له ميه بيضاء شبكيه، هنعمل له انفصال. انما المشكله دلوقتي اللي ملهاش حل، وهي دي مشكله العيانين اللي عندهم ميه زرقاء، ان العصب البصري عندهم لو متاثر لا او تاثر ما بنقدرش نصلحه بعد كده. الستيم سيل دي حاجه ان شاء الله في المستقبل، بس الى الان لسه. فما حدش يعني، انا نصيحه لنا، ما حدش يعني في يوم من الايام هيبقى ليها دور، بس مش دلوقتي، وللاسف في ناس بتستعملها يعني بطريقه، دي ابحاث شغاله عليها بالظبط. في ابحاث شغاله عليها، ويعني هي بتور تجارب على الحيوانات اكتر من البني ادمين، ما ينفعش ان احنا نعمل نجربها على البني ادمين، فبالتالي لسه قدامنا ننتظر شويه. انما من الابحاث ان مثلا في الـ في الـ في الـ في الـ يعني من الحاجات اللي انا قريتها ان لما بتتحقن مثلا في 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 الحيوانات او حاجه زي كده، بيتحسن الوظيفه بتاعه العصب البصري بشكل او باخر، بس برضه التحسن طفيف. فيعني مثلا العيان مثلا ما بيبقاش شايف النور، يبتدي يشوف خيالات. ما هو برضه ده مش يعني قصدي، هو العيان نفسه ان هو يشوف. طبعا شيء طبيعي. امتى هنوصل لمرحله ان هو مش طبيعي يعني يتحسن يشوف مثلا متر قدامه او قدامه؟ امتى هنوصل لهذه المرحله؟ لسه ما اعرفش. انما من الابحاث الواحد بيقراها ان شاء الله باذن الله ماشي كويس. ماشي كويس. تمام، ناخد اتصال تليفون ثاني يا دكتور. الو. وعليكم. عليكم السلام، اتفضلي يا فندم. انا حضرتك عندي بنت عندها 6 سنين. تمام. من اول يوم اتولدت فيه وهي عندها مشكله، عندها وحده دمويه قليل. تمام. هو للاسف هي عندها جنب يمين في وشها اعلى من جنب التاني.
جنب اليمين في وشها ايه فين؟ اعلى شويه. اعلى شويه من الجنب الثاني. اه. هي الكارثه اللي انا فيها ان البنت ساعات بيحصل لها تجمع دموي فوق العين على شكل بالونه كده بيخلي منظر العين بشع. زياده على كده كمان ان البالونه دي بتبدا تنزل دم. حد شاف قال لك دي ستيرج ويبر او حاجه ولا ما جابلوش سيره الاسم ده ولا ها؟ حد قال لك ان حاجه اسمها ستيرج ويبر يعني حد دكتور عيون شافها او حاجه كده؟ انا والله ما شفتش يعني جرح مخ واعصاب تجميل عيون كل حاجه. عملتها عمليتين قبل كده ومفيش نتيجه. عمليتين علشان تشيل الوحمه ولا علشان تتحقن بماده معينه علشان الوحمه تكش؟ بقى لها سنه كده كانت بتتحقن كورتيزون. كورتيزون ما هو ده اللي كنت عايزاه. تمام. بتتحقن كورتيزون بس انا للاسف حتى بقى بالكورتيزون انا شفت ان بيحصل حاجه مشكله في الوحمه. ما بتكشش؟ ما بتكشش بالكورتيزون؟ لا ده هي تتضخم بقى بتحقن على طول. لا هي تتضخم عشان السائل بس بعد ما السائل يمتص ما بتكشش؟ هي بص ما بتكش فترات وفترات تانية يعني ممكن دور برد ممكن يخليها تعمل عندها وتبقى شكلها رهيب. لما بتحزق بتكبر؟ لما تحزق تعيط او تكح او حاجه زي كده بتكبر الوحمه؟ لا هي دايما ليها فترات مش ملهاش علاقه بالحزق او كده. اه لا ملهاش شرط بس هو للاسف دلوقتي بقى لها شهر تقريبا بتنزل دم يحصل لها تجمع فوق العين مثلا في اي وقت طول النهار تقريبا بلحقها في مناديل بلحقها في قماش حتى المخده السرير كل هدومها تقريبا بتغرق. الكارثه ان هي خلاص يعني عندنا سن الحضانه اللي كنت بغيبها منها دلوقتي عندها سن المدرسه خروج مع اصحابها لان حضرتك انا مش عارفه اعمل ايه واروح فين. شكرا يا فندم هرد على سيادتك حاضر شكرا. هي العمليه طبعا عمليه مش سهله وخصوصا ان زي ما قالت انها عمليه ليها علاقه بانها بتنزل. انما في دكاتره عندنا وحضرتك جبت لي سيره حد من الناس قبل ما نتكلم في دكاتره بتوع التجميل بيعملوها بطريقه معينه اولا بيبقى ليها حاجات في الاول يعني مثلا حقن الكورتيزون ده من الحاجات الصح انها الاول ان هو بنحاول نعمل تليفات فيها قبل ما نعملها بنستنى سن معين وهي قالت انها وصلته سنها 6 سنين علشان بعد كده ان هي تتشال بطريقه معينه لان هي لغايه 6 سنين كان ممكن تظهر لوحدها فاحنا بنستنى سن معين وهي وصلته في طريقه معينه انها تشيلها نشيلها ونحاول نشيلها بالحته اللي حواليها عشان ما يحصلش فيها نزيف وان لما نيجي نشيلها الحته يعني في طريقه معينه في العمليه بنقفل اي بليدر معين قبل ما نشيلها بس هي عمليه مش سهله واعتقد في ناس عندنا هنا في مصر مشهورين باوكيلو بلاس ماشي كويس ماشي كويس جدا عامه طب العيون من يعني من الحاجات اللي ما يقلش عن بره حاجه خالص دكتور برضو من الموضوعات المهمه قوي علاج الحول تمام. يعني كتير قوي من الاطفال بيبقى عندهم القصه دي تمام برضه عاوزين نتكلم يا دكتور الحول كله بيتعالج ولا في حاجات معينه برضه بتتعالج بطريقه اسهل في حاجات بتاخد وقت شويه لا هي الحول من الحاجات اللي بتتعالج تمام الحول ايه سببه؟ احيانا مثلا يبقى عين واحده والعين زي ما انا قلت لك مثلا عين ضعيفه عند طفل والعين الثانيه كويسه فالعين دي تحول فاحنا من ضمن العلاجات ان احنا نصلح النظر في العين دي وان احنا نقفل العين الثانيه عشان يحصل ان العين الضعيفه تتنشط وعشان ما يحصلوش كسر. لو العين لو الحول في العينتين واللي هو بيسموه الانسي اللي هو يبقى داخل لجوه احيانا كتير بيبقى معاه بعد نظر فلو لبسنا الطفل في السن الصغير نظاره اللي هي بتاعت بعد النظر بتلاقي الحول اتصلح لوحده ولو حصل الحول ده ولبسناه النظاره وما اتصلحش بيبقى في عمليات في اللي هو اسمه الوحشي ان هو يبص برضه ده بيبقى مع ناس عندهم قصه نظر هل هي عين واحده او مش عين واحده طبعا الحول ليه عمليات الحول بقى اللي مش هقول ملوش عمليات ليه عمليه بيصلح وكل حاجه بس ممكن الحول يظهر تاني ان بعد سجن معين زي ما بقول لك ان هو حصل كسر في العين والعين مثلا عند واحده عندها مثلا 20 سنه وعين ضعيفه والعين سليمه وحصل كسر في العين بقى مهما لبستها نظاره ما بتتحسنش لان هي الطفل لو ما لحقناهوش يلبس نظاره وصلحنا نظره قبل 8 9 سنين وعدى ال 10 سنين من غير ما يتصلح بيفضل عنده كسر طول عمره. فلو مثلا واحده ودي بنشوفها كتير واحده تيجي تقول انا شكلي وحش وعايز اعمل عمليه حول الرد عليها لو طلع ان العين دي ضعيفه وفيها كسر رد عليها احنا ممكن نعمل لك عمليه الحول بس الحول ده ممكن يظهر تاني. يظهر تاني ليه؟ لان العين دي اساسا ضعيفه.
فيها مشكله زي ما حصل الحمل كده، فبتبقى بتتعمل عمليه وممكن تقعد فتره معينه، واحيانا بيبقى مثلا فتره الجواز وبتاع وكلام من ده، وممكن يظهر تاني. بس بنقول لها من الاول تبقي عارفه ان احنا بنعمل الحول ده هيظهر تاني، لان هو هنا المشكله ان عندي كسل في الهندي. تمام. طيب دكتور ناخد اتصال تليفوني معانا. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل دكتور. مع السلامه. اتفضل. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم. اهلا وسهلا. عندي 62 سنه. سنه 2007 حصل لي ميه بيضاء في العين الشمال. عملتها والحمد لله. طب خير. وبعدين سنه 2008 بعديها بسنه حصل لي انفصال شبكي في الجزء الاسفل من نفس العين. عملتها وعملت الجسم الزجاجي وعمل لي حقن سيليكون حوالين العين يعني يا دكتور. وقال لي بعد ها؟ ايوه سامعني سامعني اتفضل. او بعدين بعد 6 اشهر قال لي لازم تيجي تعمل عشان تشيل الايه؟ اللي هو السيليكون. ورحت عملت كل حاجه يا دكتور. الحمد لله بنسبه يعني 50 او 60 و70% النظر، بس مش لاقي يا دكتور ايه؟ نقاء في نفس العين. رحت للدكتور اللي بتابع معاه في المركز الحاسب العيني بتاع الجيزه. فبقول له يا دكتور ايه رايك نعمل عمليه غسيل؟ قال لا مش بلاش عشان ما يحصلش رياكشن للعين تاني. انا يعني في بقايا السيليكون ده يا دكتور هو اللي مضايقني. هل ده هيفضل على طول ولا له عمليه؟ انا عايز اطمئن يا دكتور. لا اطمئن، هو بص لو ما كانش مأثر عليك نظرك كتير استنى، هو ممكن يعني يمتص او يدوب لوحده. ما بيقلش والله يا دكتور. ما هو ما محتاج وقت. هي الفكره كلها انت قلت انك عملت عمليه ميه بيضاء وبعدين عملت عمليه انفصال وبعدين عملت ثلاث عمليات. طبعا وارد جدا هو يعمل لك عمليه ازاله السيليكون المتبقي. وهو عشان كده هو متردد. لان هو ازاله السيليكون بيفتح العين ومع كل فتحه عين بعد كذا عمليه بتبقى المخاطر مش لطيفه. لو انت متضايق قوي هيضطر انه يعمل لك كده، بس بيبقى مع 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 ريسك او مع مع نسبه معينه من الريسك ان يحصل مشاكل مش كده. عشان يتعامل فيها اكتر من عمليه. فاهم قصدي؟ فاحنا دايما بنوزن يعني احنا المريض مشكلته قد ايه وايه اللي ممكن يحصل. لو لقينا ان احنا هنفيده بنعمل، ما لقيناش ان الفايده وان في ريسك عالي بنحب ان احنا نتحفظ. فهو اللي هو بيعمله معاك ده مش غلط، انا اخد نظري يعني. ده الصح. انا مقتنع يا دكتور بس كده احتمال ان هو يدوب لو هو حاجه بسيطه. ما خد بالك ما هو السيليكون مش هيدوب لوحده لو هو ما حصلوش ازاله، انما هو بقايا بسيطه ممكن تدوب بالوقت. بعد الفتره دي كلها يا دكتور ممكن؟ والله ممكن. ممكن. تقلقش. بس انا تاني انت لو متضايق قوي ممكن يعمل لك ازاي السيليكون اللي موجود اللي هو مضايقك في مصر. الحمد لله. ما هو على يعني هي زي ما بقول لك وزنه، وانا شايف ان هو القرار اللي هو عمله ده قرار مظبوط وحكيم يعني. شكرا. دكتور برضه من الموضوعات المهمه قوي اللي برضه ممكن نتكلم فيها موضوع العدسات اللاصقة. كتير جدا من الاولاد والبنات بيشتروا الحاجات دي مش من اماكن يعني مفروض تكون لها صلاحيه معينه وتكون موضوع بعنايه معينه، ممكن يشتروها من اي مكان. يعني اوقات بنشوفها بتتباع على الارصفه. تاثير ده يا دكتور على العين؟ تاثير خطير جدا. كويس انك انت فتحت الموضوع ده. وواحده تاخد من زميلتها العدسه بالظبط كده ويخرجوا بيها وبتاع ده. للاسف احنا دلوقتي كدكاتره عيون بنشوف مشاكل فظيعه في القرنيه بسبب هذا الموضوع، وخصوصا التهاب القرنيه والتهاب القرنيه اللي بتتنقل بالعدسات اللاصقه من الالتهابات القويه جدا اللي ممكن تاثر على القرنيه سلبا. يبقى بس بدل ما كانت بتدلع وتاخد حاجه عشان شكلها ومش عارف ايه وبتاع ما تشوفش. وشفت حاجات كتير كده اهوت. نصيحتي للناس ان هم ما يتعاملوش بالعدسات اللاصقه الا مع اطباء، لان للاسف الكوافير البقال الرصيف بتاع. طب مراكز انت دلوقتي انت بتحط مراكز التجميل، انت بتحط حاجه على القرنيه بتاعتك، انت ايه اللي عرفك دي ايه؟ وايه اللي عرفك انت القرنيه بتاعتك تستحمل ولا لا؟ ويعرفك العين تستحمل ولا لا؟ وايه اللي عرفك انت لازم تعمل ايه علشان تحافظ على العدسه وتعقمها وكده اهو. ف بالقانون المفروض ان ما حدش يتعامل في العدسات اللاصقه الا دكاتره العيون. انما احنا للاسف هنا في مصر دلوقتي بقى كل الناس بمراكز التجميل البقال الخضاري بتاع بقى يتعامل في العدسات اللاصقه، وبقينا نشوف مشاكل كتيره قوي. انا كنت في مجلس اداره الجمعيه الرماديه وحاولنا اكتر من مره مع النقابه ومع وزاره الصحه ان احنا نحذر من كده، وللاسف والله يمكن احنا بنحذر ويمكن في قوانين ويمكن في كل حاجه،
بس دايما البنات بتحب تروح مراكز التجميل لازم حد يقول لهم يا جماعه انتوا انتوا بتغيروا شكلكم وبتحلوه لمده ساعه او ساعتين على مخاطر انك انت ممكن في طول عمرك ما تشوفيش. ان هي وكمان يا دكتور الصلاحيه بتاعت العدسه يعني بنت ممكن مليون حاجه صلاحيه تعملها ازاي تعقمها ازاي تنظفها ازاي تعملها ازاي لازم دكتور عيون تتعاملي معاه والحاجات اللي مع دكتور العيون غالبا بتبقى امنه بنسبه كبيره انما غير سمعه لان هو بيبقى عارف وهو هو في الاخر ما هو مش عايز يضر العيانه بتاعته او العيان بتاعه للاسف يعني انا اقول لك انا شخصيا شفت مشاكل كتيره قوي من قرنيات في بنات استعملوا العدسات من كوافير او من واحده صاحبتها او مش عارف ايه وبتاع وحصل لهم التهاب قوي جدا في العين ما عرفناش نعالجه العين تقريبا كانت هتروح وفي ناس عملوا عمليات تانية قرنية وفي ناس قدرنا نلحقهم بالعلاج بس كان قعدت كتير وتيجي البنت تعيط وتبقى يا ريتني ما كنت عملت. طب ما هو احنا لازم الناس كلها تبقى عارفة كويس انك انت حضرت الموضوع فتحت الموضوع ان العدسات اللاصقة ده شيء خطير جدا ما ينفعش التعامل معاه باستهتار لان شيء بتحطه في عينك لازم تعرف تحطه ازاي تعقمه ازاي تنظفه ازاي تشيله ازاي ايه المشاكل اللي ممكن تحصل وفي ناس بنقول لهم ما ينفعكوش عدسات لاصقة ما ينفعش يعني ما ينفعش مش كل الناس فبالتالي العدسات اللاصقة دي ما تنفعش لكل الناس محتاجه معامله خاصه محتاجه طريقه معينه ان احنا نحافظ بيها العين العين حاجه بالنسبه حاجه غاليه طبعا ما ينفعش ان احنا نتعامل معاها طبعا حاجات زي طبعا دي. ناخد اتصال تليفوني معانا الو 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 اتفضل يا فندم الدكتور مع سيادتك اتفضل حضرتك انا عملت قبل كده عمليه ميه تمام والعمليه نجحت وبعد كده حصل ارتفاع في ضغط العين وغيرت الجسم الزجاجي وغيرت وحقن بالليزر وحاجات زي كده لدرجه اني فشلت القرنيه عملت القرنيه غيرها وحاجات زي كده على اساس اني اشوف بيها ما شفتش بيها انه ضعيف خالص وعندي ميه بيضه في العين الثانيه تنصحني اعملها ولا ايه؟ ينصحك تعملها على طول لان هي زي ما بقول لحضرتك عمليه الميه البيضة دي عمليه امنه. الكلام اللي حضرتك بتقوله بيحصل عمليه امنه عامه بيحصل بس نسبته قليله جدا يعني مثلا يحصل فيها زي الثانيه لا ان شاء الله ما يحصلش ان شاء لا انا هقول لحضرتك عمليه الميه البيضاء ما هو برضو انت قبل ما تعمل عمليه الميه البيضاء اكيد الدكتور هيقيس ضغط العين ويطمن ان ما فيش مشكله في ضغط العين وقال لي كل حاجه وقلت له اعمل لي طلبت منه قال لي اعمل اساعه كذا على اساس اطمن ان ما فيش ميه زرقاء خالص تمام بس انا بشوف حاجات زرقاء لا 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 هي الميه الزرقاء مش معنى انك انت بتشوف حاجات زرقاء الميه الزرقاء اسمها كده وكانت لسبب ان الاطفال الصغيرين لما كان بيحصل لهم ميه زرقاء كان العين بتتنفخ وكان يبان انها لونها ازرق بس دي مالهاش دعوه بال يعني انك شايف حاجه ميه زرقاء ما دام الدكتور اللي انت بتتعامل معاه قال لك ما عندكش ميه زرقاء يبقى ان شاء الله بيكون مكان ما عندكش ميه زرقاء الميه البيضاء عمليه امنه بنسبه كبيره قوي الادوات والالات اللي احنا بقينا نستعملها والاجهزه اللي بنستعملها والعدسات اللي بنزرعها اتحسنت بدرجه كبيره كويس احيانا بيحصل مشاكل معاها مفيش حاجه في الدنيا من غير مشاكل طبعا طبعا بس نسبتها قليله قوي مش لا قدر الله لا قدر الله لو حصلت في عين مش عاده يعني مش شرط تحصل في عين اكيد يا دكتور هنكمل على الله يعني ان شاء الله هنكمل في موضوع الجديد في جراحات العيون بس بعد الفاصل الله
رسول الله. هيا على الصلاة. التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. طارق البلتاجي استاذ امراض العيون بالمعهد البحوث العيون. دكتور طارق نرحب بحضرتك. دكتور طارق يعني قبل الفاصل كنا بنتكلم على الجديد في جراحات العيون وكنا في كذا نقطه مهمه جدا برضو من الموضوعات المهمه قوي الزراعه القرنيه نسمع كتير جدا عنها وبنسمع ان في طفره كبيره جدا في زراعه القرنيه عاوزين برضو نحكي عنها ونحكي هل برضو يعني اي حد ممكن يعمل له العمليه دي ولا لسه برضو في ممكن يظهر حاجة أجمد وحاجة أقوى من كده في هذه الجراحة؟ هو بالنسبة للزراعات القرنية كان احنا عندنا مشكلة كويس ان احنا اول ما عشان بس ناخدها عندنا مشكلة ان احنا عندنا بنوك العيون ما بيقدروش ان هم يفيدوا بنوك العيون هنا في مصر ما يقدروش يفيدوا العدد الكبير اللي عنده مشكلة في القرنيات علشان اللوائح والقوانين عندنا بتمنع هذا وللأسف انها يعني ان القوانين في حتة زي السعودية اللي هم يعني برضو مشهورين بالدين وكده بيسمحوا بهذا فعندنا عيانين كتير قوي بيتحرموا من هذه العمليات علشان مقدرتهم المالية ما تقدرش تخليهم يدفعوا عملية ترقيع قرنية لان دلوقتي عملية ترقيع قرنية بقينا نعملها بقرنيات جاية من برة كل قرنية تقريبا تمنها 1200 دولار وشوف الدولار كل شوية بيعلى ولا بتاع فبقت العملية مكلفة جدا فمهم جدا ان احنا لو قدرنا نساعد هذه العيانين بالقوانين المظبوطة يعني كنت اعرف ان كان خلاص كان في مجلس يعني ان كان خلاص القوانين كانت هتسمح بهذا وبعدين الدنيا وقفت فالعيانين المصريين بتوعنا مستاهلين ان احنا نسمح لهم ان هم يعملوا زراعة قرنية ويستفيدوا العيان المتأثر عمليات تلقيح القرنية عمليات دلوقتي فعلا بقت ناجحة جدا وهي من زمان ناجحة دلوقتي القرنيات بنجيبها من بره وبنعملها الجديد فيها بقى ان احنا كنا زمان بنعمل الترقيع القرنية السمك الكامل للقرنية وكان المشكلة بتاعت عمليات ترقيع القرنية بتاعت السمك الكامل للقرنية ان الجسم ممكن يرفض القرنية لان هي اتحطت كلها دلوقتي احنا لو في عتامة في الجزء الامامي بس من القرنية بقينا نقدر نعمل يعني نغير الجزء الامامي بس من القرنية والجزء الخلفي وما يحصلش مشاكل عشان نقلل اسم نسبة اللوصف نفس الحكاية لو طلعت العتامة في الجزء الخلفي من القرنية او الجزء اللي هو ناحية الخزانة الامامية بقينا نقدر نغير هذا الجزء لوحده ونقلل المشاكل فكان زمان كان
اكتر مشاكل لعمليات ترقيع قرنية هو لفظ الجسم للقرنية دلوقتي. اولا بالادوية الجديدة وفي حاجات كتير بتقلل المناعة بتاعت العين بطريقة معينة بحيث ان هو ما يحصلش. في برضو بقينا نحدد المشاكل اللي ممكن كانت تعمل لنا عملية لفظ قرنية وبقينا يعني نهيئ العين قبل ما نعمل عملية ترقية قرنية عشان ما يحصلش نسبة الوقت. فبقى فعلا في تطور فيها وبقت نسبة نجاحها بقت كبيرة قوي. بس للأسف هي مكلفة جدا للعيان المصري. يعني مع التقدم عندنا في كل حاجة دي عندنا لسه محتاجة ان احنا القوانين بتاعتها تتصلح علشان في نسبة كبيرة قوي من 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 المرضى عندنا عندهم مشاكل في القرنية ومش قادرين يعملوها عشان التكلفة العالية لان احنا بنضطر نستورد القرنيات من برة. وكان ممكن ان احنا نفيدهم لو القوانين سمحت بان احنا نستعمل القرنيات بتاعت متوفيين حديثا. اعتقد يا دكتور في المجلس بقى اللي جاي مجلس نتمنى هذا لان دي حاجة مهمة جدا وهي في الاخر انا اللي شايفه. انا طبعا مش هقول ان انا شيخ او انا بس اللي انا شايفه انك انت بتفيد الناس. مش ممكن اي دين في الدنيا ما يسمحش بهذا. واحنا عندنا مثلا البلاد عربية مسلمة زينا ممكن اقل ممكن اكتر سمحة يعني زي السعودية وزي غيرها. فبالتالي احنا محتاجين ان احنا نصلح كده. طبعا من حق ان المشرع ان هو يقلق من عملية تجارة الاعضاء والقصص اللي زي دي. طيب ما نحط لها كنترول او نعمل لها شروط. انما في الاخر احنا لازم في عندنا مرضى محتاجين مستهلين ان احنا نقدر نفيدهم ونقدر نفيدهم بس مستنية بس الشكل ان احنا نفيدهم بيه. دكتور برضو في بعض الاوقات كده بنسمع عن ان الحركة اللي الرموش حركة غير طبيعية. يعني ممكن حد يشتكي يقول ده انا الجفن عندي بتحرك حركة لا ارادية في اوقات كتير. هل بيبقى لها سبب معين دكتور ولا بتبقى ارهاق ضغط؟ بيبقى ممكن ارهاق او ضغط عصبي. ضغط العصبي هو ده اكتر حاجة وخصوصا لو عين واحدة ويحصل الحركة دي. احنا عادة بيحصل كل مثلا 15-16 ثانية ان العين كلها تقفل علشان احنا بيحصل في افراز لدموع من غير ما نعيط علشان ترطب الجزء الامامي من العين. فالرمشة دي بتفرش الدموع علشان ترطب الجزء الامامي من العين. دي الزيادة بيبقى احيانا ضغط عصبي وخصوصا لو عين واحدة. فالحل بتاعه ما بيبقاش حل رمدي او عيوني. بيبقى حل ليه علاقه بالضغط العصبي والجزء دي فيما يخص الرمشه لو في عين واحده اكتر واحده. فبرضه يا دكتور في بعض الاوقات بنشوف اوقات ناس عندها اللي هو البياض بتاع العين بيبقى فيه شعيرات دم زايده شويه حتى بنقول ده مثلا اتخبط فيها حصل فيها مشكله. هل في طريقه للعلاج ده يا دكتور ولا حله ايه؟ احنا دلوقتي عامه اذا كان في حمار في العين ايا كان سببه احنا بندي قطرات حاجه اسمها دي كونجستنت ان احنا نقفل الاوعيه الدمويه ايا كان السبب. لو هو ده الشكل دي كونجستنت الحاجه الطبيعيه اللي ممكن تقفل بيها الاوعيه الدمويه دي هي كمادات الميه الساقعه. قطن الميه من الثلاجه على الجفن من بره. لان عاده بيبقى الحمار ده مرتبط بالحساسيه البسيطه بالاتربه والادخنه اللي موجوده بالتلوث الموجود في الجو. الحاجات دي كلها بتاثر سلبا وتخلي الاوعيه دي تظهر وممكن يبقى في شويه حرقان او كده. الانسب حاجه من غير ما ندخل بقى في ادويه ممكن يكون لها اثار جانبيه او مضاعفات قطن ماء متلاجع جفن من بره للحساسيه او كده. انما لو الحمار ده وراه حاجه بمعنى ايه يعني ممكن يبقى فيه عيان مثلا عنده ضغط دم عالي وانفجر شريان من الشرايين وعمل حمار لازم نقول له لا روح قيس ضغط الدم وشوف الدم وصلح الضغط ما تسيبش نفسك كده عشان ما يحصلش مشاكل. ضغط العين يا دكتور نفس ضغط الدم الطبيعي؟ لا ضغط الدم حاجه وضغط العين حاجه تانية. ضغط العين هو زي ما بقول حضرتك لما بيعلى هو ده اللي بنسميه الميه الزرقاء. لما ضغط العين بيعلى بيأثر على العصب البصري وهي دي المشكله وقلت لك مشاكل العصب البصري. بيبقى طبيعي كام ضغط العين يا دكتور؟ من مثلا من 14 لغايه 20 او 21 ده الطبيعي. بس انا عايز اقول لك حاجه احنا كاطباء احيانا بيبقى في ناس عندهم 27 او 28 ده اسمها اوكيلار هايبرتنشن بس مش مأثر على العصب البصري.
فبقول للعيان لا تابعني بس مش هديك اي حاجة، انا هتابعك هشوف اي حاجة. يعني مش مجرد الضغط ده اقول ده عنده مية زرقاء ولا لا، لا لازم يكون الضغط ده مؤثر عصبي بصري. وفي احيانا مثلا ناس عندهم ضغط العين 15 او 16 بس مأثر على العصب البصري، وده بديله علاج. مش يعني ما هوش بس الضغط، لا ده مش المقياس، هو مش المقياس بس. هو طبعا هو مقياس مهم، بس بشوف هل ضغط العين ده اثر على العصب البصري ولا لا. اثر على العصب البصري حتى لو ضغط العين قليل بديله حاجه تقلل عشان ما يحصلش مشاكل في العصب البصري اكتر من كده. تمام. طيب دكتور اواد بيسمع برضو عن ان وجود عتامه في الشبكه، يعني ناس كتير جدا يقول لك ده انا عندي عتامه في الشبكه او هعمل عمليه للقصه دي. لا، انفصال شبكه. انفصال شبكه. بالظبط. هل يا دكتور علاجها برضو بيكون شكله ايه وايه الجديد فيه برضو؟ لا، هي عمليات الانفصال الشبكيه برضو احنا الحمد لله في بالنسبه للعيون في جديد قوي بقى. زي ما قال لك دلوقتي احنا بعد ما بنعمل عمليات انفصال في حاجات بنحقنها زي السيليكون او غازات او حاجات زي كده اهوت علشان تخلي الشبكيه في مكانها سهل. بقى برده كان من نوع من انواع العمليات، يعني نوع من انفصال الشبكه كان في تليفات، بقت الطريقه اللي تتعامل بيها مع التليفات دي والشبكيه تتفرد اتحسنت قوي. فانفصال يعني الحمد لله احنا بالنسبه لطب جراحه العين معظم المشاكل اللي بتيجي للناس بيبقى ليها حل وبنقدر نفيدهم. الحاجه الوحيده اللي زي ما بقول لك لو حصل مشكله في العصب البصري هي دي. فعشان كده احنا مع العينين بتوع الميه الزرقاء دايما بنقول لهم يا جماعه تابعوا ضغط العين مظبوط، خدوا علاجكم مظبوط، حافظوا على ضغط العين عندكم سليم علشان ما ياثرش على العصب البصري. انما عمليات الانفصال الشبكي اتحسنت قوي، ده لدرجه دلوقتي برده بقى حتى الشبكيه لو حصل فيها زي ما بيقولوا اتروفي او حصل حاجه بقى في حاجات معينه ممكن تتزرع في الشبكيه تستقبل الضوء وتوصله للعصب البصري، ودي من الحاجات الجديده قوي. طبعا هي مكلفه قوي بس يعني وصلت ان الشبكيه حتى لو حصل فيها حاجه ما تتحلش بقت تتزرع حاجات معينه تفيد العيان برضو، بس مش هيبقى شايف عادي، هيبقى شايف متر او اتنين. تمام دكتور، اللي انتوا شغالين عليه كجديد يعني المستقبل بقى بتاع جراحات العيون، ايه الجديد اللي شغالين عليه؟ كل حاجه. يعني بالنسبه يعني القرنيه في جديد، احنا دلوقتي احنا انا مثلا بشتغل في حاجه اسمها معهد بحوث امراض العيون. عندنا ابحاث على كل حاجه، على القرنيه، على الشبكيه، على الميه الزرقاء، على الميه البيضاء، كل حاجه ليها 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 مستقبل. احيانا مثلا بنشوف الميه الزرقاء دي ليها علاقه بعامل وراثي معين ولا لا، بجين معين ولا لا، بكروموزوم، بحاجات معينه علشان نقدر بعد كده نقدر نفيد العيان لما نشوف مثلا حاجه معينه ابتدي ادور عليه. فلا، هو دلوقتي احنا الابحاث بالنسبه للعيون هي دي التطور. ده اللي بيخلي كل حاجه ده. مثلا زي ما بيحصل في الستيم سيل زي ما كنا لسه بنتكلم على العصب البصري، ان دلوقتي في تطور بالنسبه للعصب البصري وفي ابحاث جديد. احنا ما فيش حاجه بالنسبه للعين ما فيهاش الجفون، من ابتداء من الجفون لغايه العصب البصري ولغايه كل حاجه. طب دكتور الشباب بقى اللي بيلبس نظاره شمس وما بتكونش هي اساسا طبعا نظاره معترف بيها وما فيش فيها مواصفات دي مضر، تاثير ده يا دكتور عليهم وهم؟ هي نظاره الشمس شغلتها انها تمتص الاشعه الضاره وما تدخلهاش العين عشان ما تاثرش على العين اكتر. النظارات اللي زي كده اللي جايه من الرصيف او اللي بتقول عليها صيني او حاجه زي كده او جايبها من محل نظارات، دي بدل ما بتمتص الاشعه الضاره دي بتخلي الاشعه الضاره تزيد وتاثر بقى عليه اكتر، ممكن تبقى في التهابات، ممكن تاثر على الشبكيه، ممكن حاجات زي كده. فانا انصح ان الشباب هي مش اي نظاره شمس وخلاص، لازم يجيبها من حته محترمه معترف بيها. ما اقدرش انصحه اقول له تعرف دي منين ولا منين، هو السورس او المكان اللي هو بيشتري منه هو اللي المفروض ان هو طبعا. يعني محل النظارات عاده ما بيبقاش الا حاجه محترمه. تمام. طيب دكتور في يعني قبل ما نختم الحلقه، مجموعه من النصايح نحافظ بها على العين، على الجوهره دي. اهم حاجه انا بالنسبه في وجهه نظري هو الكشف الدوري، لان هو حتى مهما كان سواء كان شخص سليم او مريض بالظبط كده، في كشف دوري حتى ما بين انك انت تطمئن. لان احيانا زي ما بقول لك مثلا نيجي نبص على عيان نلاقي عنده تغيرات في الشبكيه، نبتدي نقول له ده ما كانش يعرف ان عنده سكر، نبتدي نعالجه.
فالكشف الدوري ده اهم حاجه. الحاجات العامه عندنا اللي هو التلوث والحاجات اللي في الجو دي بتعمل حساسيه بتبقى بسيطه. ما انصحش ان حد طبعا قطرات الكورتيزون دلوقتي بقت مشهوره ومعظم العيانين يستعملوا لوحدهم كمان. دي مضره صحيح، ممكن تبيض عينه ويحس بتاع بس تعمله 10 حاجات. فما انصحش ان حد يستعمل قطرات الكورتيزون لوحده، لو اضطر يستعمل كمادات ميه ساقعه بحيث انها تريح، لو ما ريحتوش يبتدي بقى يشوف الدكتور. هو اهم حاجه بصراحه كشف الدوري علشان ما يحصلش اي ضرر. تمام يا دكتور، معلومات مهمه جدا نورتنا، وان شاء الله تنورنا في حلقات جديده في نهايه اللقاء. بنشكر الاستاذ الدكتور طارق البلتاجي استاذ امراض العيون بمعهد بحوث امراض العيون. شكرا يا فندم نورتنا. شكرا شكرا ليك. اعزائي المشاهدين نشوفكم بكره في حلقه جديده من الو صحتي. شكرا دكتور. انا مشكر.